ننتقل إلى فرنسا، حيث عقد مجلس الدفاع الوطني الفرنسي بقصر الإليزي اجتماعا برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون للوقوف على الوضع الصحي للبلاد واتخاذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة كورونا. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان فرنسا عن تسجيل أكثر من 30,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ شهر أغسطس الماضي، حيث قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيرون لأعضاء البرلمان إن البلاد دخلت بالفعل في الموجة الخامسة من الجائحة. نتابع المزيد من التفاصيل من مارساي مع الزميل خالد شقير مراسل أكسترا نيوز في فرنسا. إذن خالد، حدثنا عن آخر التطورات الخاصة بالنقطة الخاصة بالقيود لمكافحة فيروس كورونا. ما القرارات المتوقعة من هذا الاجتماع، خاصة مع اندلاع التظاهرات في عدد من الدول ومنها أيضا فرنسا؟ تحياتي إنجي ليكي ولكل السادة المشاهدين. جرت العادة بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني تقريبا كل يوم أربع بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون في الإليزي أن يقوم المتحدث الرسمي جابرييل أتال بعمل مؤتمر صحفي في هذا التوقيت. الجديد اليوم إنجي أن لن يكون هناك مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي جابرييل أتال هذا اليوم، والمؤتمر الصحفي من المفروض أن ينعقد غدا. كان من المفروض أن يكون فيه رئيس الوزراء جان كاستكس، إلا أن إصابة جان كاستكس بفيروس كورونا ستمنعه. ومن سيكون يوم الغد للحديث عن الإجراءات التي تم اتخاذها أو يتم التشاور عليها ليتم الإعلان عنها يوم الغد هو أوليفييه فيرون وزير الصحة الفرنسية. هذا اليوم هو أجواء ملبدة بالغيوم كما ترين، وأجواء باردة، ولكن أيضا أجواء الموجة الخامسة كما أشرت أيضا تدق ناقوس الخطر على الفرنسيين. من المعروف أن فرنسا لم تشهد منذ شهر أغسطس الماضي هذا العدد الكبير من الإصابات، إنجي أكثر من 30,000 إصابة في آخر 24 ساعة، أكثر من 8,500 في غرف العناية في المستشفيات، 1455 في غرف العناية المركزة. متوسط الإصابات إنجي هي 191 لكل 100,000 نسمة. عدنا مرة أخرى إلى الخريطة الفرنسية وتقسيمها إلى مناطق. منطقة خضراء وهي المناطق التي تمثل أقل من 50 إصابة لكل 100,000 نسمة، ثم منطقة برتقالية 150 ل 100,000 نسمة، ثم منطقة حمراء وهي فوق 300 لكل 100,000 نسمة، ومنطقة سوداء وهي المنطقة التي تزيد فيها أعداد الإصابات عن 400 لكل 100,000 نسمة. للأسف الشديد المنطقة الخضراء انتهت تماما أو اختفت تماما من على الخريطة، وهناك بعض من المناطق السوداء حيث أحدثك هي منطقة بروفانس ألب كوت دازير هنا في جنوب شرق فرنسا. طيب خالد، يعني على الرغم من كل هذه المعلومات، المؤشرات الأولية توضح أن الحكومة لن تلجأ إلى الحجر المنزلي والقيود الصارمة كالماضي. طيب نسبة التلقيح في فرنسا بلغت حوالي 64%، لماذا بينما بلغت في دول أخرى أوروبية 80%؟ في فرنسا نسبة التلقيح زادت عن 75% إنجي على مستوى التراب الفرنسي أو بالنسبة لأعداد الفرنسيين، ووصلت ل 89% من هم يعني يحق لهم التطعيم، وبصفة خاصة من هم فوق 12 عام. كل الإجراءات التي وضعت اليوم على مائدة المجلس يعني مجلس الدفاع الوطني كلها تتحدث عن إجراءات صارمة، وتم يعني لم يتم الحديث عن الحجر الصحي أو حتى حظر التجوال. كل ما في الأمر أننا أمام الجرعة الثالثة، لمن ستكون؟ هل ستكون للجميع؟ سيتم طرح أيضا أو تم طرح أيضا موضوع إعطاء الأطفال للتطعيمات، وبصفة خاصة نحن أمام انتظار موافقة وكالة الصحة الأوروبية أو الأدوية الأوروبية في انتظار هذا الموافقة هذا الأسبوع. وأيضا موضوع آخر وهو موضوع
تجديد الرقابة على الجواز الصحي، وإذا كانت فرنسا اليوم المستشفيات غير متكدسة وغرف العناية المركزة غير متكدسة، لا يحدث فيها كثير من الإصابات، لا تشهد كثير من الإصابات، فهذا يرجعه الجميع لفضل التطعيمات، لأن فرنسا تعتبر من أحد أهم 5 دول أخذت التطعيمات، وأيضا الالتزام بالإجراءات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي. إذن الزميل خالد شقير مراسل إكسترا نيوز في فرنسا، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، حدثتنا من مدينة مارسي.